حمد. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلاقة أخرى هي الانطلاقة الرابعة، وهكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء نتواصل من خلال هذا النقل التلفزيوني الفضائي عبر قناة الدوري والكأس وعبر قناة الهجن العربية الأصيلة التي تنقل لحضراتكم وقائع هذه المنافسات لسباقنا المحلي الأول، ونتواصل مع أولى المراكز في هذا الشوط الرابع الخاص باللقاية القعدان. المركز الأول هناك نجم الخليج، نجم الخليج يحتل المركز الأول. للسيد محمد بن راشد بن عبيد المري هو من ينطلق ويندفع بهذه الأحلام الكبيرة وبهذه الطموحات الكبيرة المشروعة بأن يكون نجما من نجوم هذه الرياضة العربية الأصيلة، ليس فقط هنا في قطر ولكن في خليجنا العربي الكبير. حصل تغيير على نجم الخليج، هناك من القحيدي، القحيدي غير وانتقل إلى المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة المضمر سالم بن فاران المري. المركز الثالث، نتواصل مع الحصان من يحتل المركز الثالث الآن، الحصان للسيد محمد بن طحنون بن مهيره المري، ونتمنى أن يكون بسرعة 600 حصان يا بن مهيره. المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع السعر لعبد الباقي بن محمد بن عثمان، بينما المركز الخامس والتدخل من قبل الانطلاق لحكيم لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني، والتضمير هناك مع المضمر عبد القادر البلوشي. ها هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، ونعود مع القحيدي مع هذه السلالة القطرية الخالصة، سلالة قطرية أصيلة 100% من خلال هذا الاسم، هذا الاسم الذي يعني ماركة مسجلة باسم هجن قطر. هذا هو القحيدي إذا يحتل المركز الأول، وينطلق القحيدي في صدارة هذا الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتضمير مع الذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا الشحانية والدوحة في الشوط الأول الخاص باللقاية البكار. المركز الثاني الحصان، المركز الثاني إذا مشاهدينا الكرام الحصان لسيد محمد بن طحنون بن مهيره المري، بينما المركز الثالث حصل تعديل على اسم نجم الخليج اسمه صيفيان لسيد محمد بن راشد بن عبيد المري هو من يحتل المركز الثالث إذا، واسمه صيفيان. المركز الرابع بديع، يصل بديع في المركز الرابع على ما يبدو بأن من سلالة بديع لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني، والتضمير عندك يا علي بن حمد يا بن جرحب يا المري. المركز الرابع أيضا حصل عليه تغيير وانطلاقة أخرى من القحيدي الثاني، عندنا القحيدي في المركز الأول وعندنا القحيدي في المركز الرابع. إذا القحيدي على المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري في عملية التضمير. المركز الخامس، ينطلق الذيب لحمد بن جار الله بن حسين البريدي على مستوى خامس المراكز. انهينا ندانا الثاني، وكلما عدت كلما عدت أجد بأن القحيدي هو المسيطر، أجد بأن القحيدي هو من يحتل المركز الأول، ولكن ها شوفوا 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 هذه اللقطة، شوفوا لحظات الاستلام والتسليم ما بين القحيدي اللي على المركز الأول وما بين القحيدي اللي على المركز الثاني، ولكن هنا وصل هجوم من شامان، شامان ما بين القحيدي والقحيدي، الله يا شامان، شامان. إذا مشاهدينا الكرام فيصل بن عبد الله العطية يحتل المركز الثاني مع شامان، ولكن القحيدي ينطلق في المركز الأول. الخطورة 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 وضحت جلية مع الذهب، الذهب في المركز الثالث، وذهب الذهب نحو المنافسة الحقيقية، نحو المنافسة القوية، قادم بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. التضمير عند حمد بن راشد بن رايه المري. المركز الرابع الذيب، الله وصلكم الذيب، الذيب وحمد.
حمد بن جار الله بن حسين البريدي يصل مع الذيب. يا الذيب خليك ذيب ولا كلتك الذياب، ولكن الكحيدي على المقدمة. الكحيدي من البداية أراد هذا الموقع، أراد هذا الموقع الفخم، أراد هذا الموقع المميز، وبالتالي يحافظ على هذه المكانة، وهو المتسيد وهو المتصدر من بداية انطلاقة هذا الشوط، وهو يسير إلى ختام نهاية هذا الشوط. وأي ختام هذا؟ ختامها مسك يا الكحيدي. إذا تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وإلى المضمر الذهبي سالم بن فران المري على فوز الكحيدي بالمركز الأول، شامان في المركز الثاني فيصل بن عبد الله العطية، المركز الثالث الذيب للسيد حمد بن جار الله بن حسين البريدي، المركز الرابع كان من نصيب الذهب لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والمركز الخامس الساعي للسيد حمد بن مسفر بن مخضوبية المري. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا إذا تعرفنا على نتيجة الشوط الرابع والذي توج بها الكحيدي قاطعا مسافة الأربعة كيلومترات في 6 دقائق 25 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وإلى المضمر سالم بن فران المري. أما المركز الثاني فجاء في الشامان قاطعا المسافة في 6 دقائق 26 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا لفيصل بن عبد الله العطية. أما المركز الثالث فجاء فيه الذيب لحمد بن جار الله بن حسين البريدي. تهانينا لحمد بن جار الله بن حسين البريدي على فوز الذيب بالمركز الثالث.